النهارده هنعمل مع بعض وصفه سريعه سهله. دلوقتي هقول لكم انا هستخدم ايه. طبعا انا هستخدم النهارده يعني اللي هقوله نص كيلو لحمه مفرومه، ممكن تعملي ربع حسب عدد افراد الاسره، ممكن اعمل اقل ممكن اكتر، ممكن اعمل تلت كيلو بس، ممكن اجيب اللحمه المفرومه اعمل الكيلو على ثلاثة فيقضيني ثلاث وجبات عادي جدا براحتك. طب ايه بقى اللي هستعمله؟ مقادير كفته عاديه جدا، يعني جايبه بس نص كيلو، ده طبعا انت زي ما قلت لك اعملي اللي انت عايزاه. بصلايه مبشوره، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل وشويه جوز الطيب. كفته بسيطه ما عليهاش اي اضافات، الاضافات كلها هتبقى هنا بقى في ايه؟ في المكرونه. عندي مكرونه قلم، عصير طماطم، بطاطس انا جايبها عاملاها صوابع كده كاني هحمرها، فلفل الوان او اخضر بس زي ما انت عايزه، معمول برده صوابع رفيعه كده، شويه زيتون او لا حسب ما تحبي، تمام. بصلايه مفرومه، معلقه ثوم كبيره مفرومه، ومعلقتين صلصه. وصفة سهلة وسريعة جدا. هوريكي دلوقتي عشان هعجن بس هنا الكفتة. أنا عاملة الكفتة كأنها قطع لحمة بس متبلة، صافية خالص، ما فيهاش أي حاجة، هي اللحمة أهي ماشي، عليها البصلة المفرومة، عليها حتى هتلاقيني مش دقة قوي فيها مية أو ما فيهاش مية، لأن أنا هوريكي أنا هسويها إزاي. شويه ملح هظبط لها ملحها، جنزبيل خدي معلقه صغيره مليانه، القرفه نص معلقه صغيره، الجوزة الطيب رشه ماشي، واعجن ده كله كاني عامله لحمه قطع بس ايه متبلاها. تمام كده اهي، اعجنها حلو قوي او افرمها في المفرمه، يعني ممكن تروحي حطها في الكبه واخده لها ايه خلطه مع بعضها، بتدخل بقى كل الحاجات دي جوه بعض تبقى حلوه قوي. بص كده دي كده بركه، اديك صباعين خيار. استنى بس ايه الموجود معاك؟ انا ما قلتلكش هتعمل زياده. تمام انا بقى اصبع كل الكميه بالشكل ده. تمام انا مصبعه حبه طبعا عشان ما اقعدش اصبع. انا هنا بقى هاخد ايه بقى؟ هاخد المكرونه. انا طبعا انا هعملها في صينيه بايركس، انت ممكن تعمليها في طاجن طبعا تبقى حلوه قوي قوي. انما انا عشان مش طاجن، انا عايزه حاجه واسعه كده كبيره، لان انا عامله غدوه للعيله كلها، فهتقضي بقى كله، يعني تقضي الصينيه دي تقضي ست افراد مثلا ماشي، غدوه محترمه. عندي هنا مكرونه، ده كيس مكرونه قلم اللي هو نص كيلو، تمام، عليه فلفل الوان، المكرونه مش مسلوقه، المكرونه نيه تمام الشكل ده، او فلفل اخضر زي ما انت عايزه. انا جبت هنا بطاطس، انت كنت تحطي كوسه كمان حلوه معاها، بطاطس كده مش محمره اهي، بصوا كده دي بطاطس قلي. يبقى هنا حطيت ايه؟ ركزوا معايا، انا مش عايزه اقلب غير لما نشوف كل حاجه مع بعضها. وادي بصله مفرومه، تمام، معلقه ثوم مفروم، الزيتون اختياري او لا، الزيتون اختياري او لا، انا مش هكتر حتى زيتون كده حلقات بسيطه، يعني انا مش بحبها قوي زيتون في وسط دي قوي، بس قلت ايه اديكوا لون معاها واديكوا خيارات. معايا في الخطه هنا، يبقى انا حطيت ايه الاول؟ مكرونه قلم نيه، فلفل رومي او فلفل الوان متقطع رفيع، بطاطس متقطعه صوابع، بصلايه مفرومه، معلقه ثوم مفروم، وشويه زيتون صغيرين. عندي هنا بقى انا عصره حوالي نص كيلو طماطم، حوالي نص كيلو طماطم، وعليهم معلقتين كبار من الصلصه ماشي، عايزه اقول لكم هي وصفات موظفين ولكنها حلوه جدا، السريع السريع زي حالاتي. موظفين اللي زي كده، يعني انا ابقى رايح مش عايزه اطبخ بقى خلاص، انا طبخه في الحلقه وخلاص بقى ده الموضوع، فاعمل بقى الحاجات الايه
الملخص ده، عارفين الملخص؟ يعني ما قل ودل، هو ده بالظبط حاجات انا بقى ما قل ودل، يعني اعمل الحاجه تقضي يعني فيها كل الحاجات بقى، بس حاجه واحده ونخلص يعني. والله يا ابني انا هروح اطبخ تاني؟ مش معقوله. فاروح حاطه خلاص اهو، اروح حاطه بقى اعمله اي تاليفه كده زي ده بقلبها دلوقتي، ويبقى كل الايه الامكانيات موجوده، ملح وفلفل اهو، واروح ايه مقلبه ده كله كده مع بعضه اهي كده. اقلب بقى ايه عصير الطماطم، بيبقى فيه شويه ميه كويسين مع الصلصه مع بيقول لي عندي شحن، يعني مفيش حد بيساعدك في البيت؟ لا في بيساعدوني في البيت، بس ايه لازم انا اللي اطبخ. الا بقى دي بقى ما اعرفش خالص خالص. اقلب بقى كل ده كده مع عصير الطماطم والصلصه، اجيب بقى الميه. بسم الله. تلاقيش خالص، تطلع مكرونه زي الفل. كمان حبه، بصوا ظبطوها بقى، يعني زي بصوا انا بظبطها لكم زي ما احنا بنظبطها كده هنظبطها اهي، تبقى واخده ايه اهي كده. طب فين الكفته اللي احنا عاملين نصبح فيها من الصبح؟ هنحطها فين بقى؟ على الوش. شاطر يا ولا، شاطر، حافظ حافظ وشطور، مش انت ده هنا اللي ردوا عليا يا حبيبي. قال لي على الوش اهو، حط الكفته على الوش. هتاخد بقى ايه؟ هتسوي لي من تحت هيستوي وهي هتشوي من فوق، ايه رايك بقى؟ هتشوي وتستوي. طبعا الكفته انت ممكن تحطي، مش لازم تغطيها كلها كده زي ما انا عامله، عادي ممكن على الوش كام صباع وخلاص. تمام. طيب دخلها بقى الفرن، بس هعمل حاجه صغيره اغطيها ربع ساعه كده واشيل الغطا، ربع ساعه واشيل الغطا، ادي بس فرصه المكرونه من تحت تستوي حبه الميه دول، وهيبصوا من تحت كده، وبعدين اشيل الغطا من عليها.